تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة المحلية. بداية، وفي إطار تجسيد المشروع التنموي الشامل الذي يهدف إلى ترقية المناطق النائية، استفادت بلدية طيط بولاية أضرار من مشاريع تنموية هامة مست مختلف القطاعات، أبرزها ثانوية جديدة دخلت حيز الخدمة جزئيا هذه السنة بهدف تحسين ظروف التمدرس وضمان أريحية لتلاميذ المناطق الصحراوية البعيدة. تقول من العرج: بوادر التنمية اتضحت جلية في الآونة الأخيرة ببلدية طيط بدائرة أولف، حيث استفادت من مختلف التهيئات الحضرية وحتى ربط بالشبكات الضرورية. والإضافة الأبرز لهذه السنة ثانوية جديدة خففت كثيرا من معاناة التلاميذ. احنا جد سعيدين بهذه الثانوية، هذه كانت حلم كل واحد فينا أنه تكون هنا ثانوية، لان الظروف اللي كنا فيها ما كانتش مساعدتنا على القراءه. 50 كيلو احنا نقطعها في الشمس وتبكار كان حلم انه تحقق اليوم، وخاصه لابنائنا وبالاخص للبنات مما كانوا يعانيه في بالنسبه للتنقل لمقر الدائره اولف في السنوات الاخيره. مع الصعوبات اللي كانوا يتلقاوها الكثير منهم عادي يتراجع عن الدراسه ولا غير ذلك، وهذا الطرح ربما ان شاء الله يدفع الامور الى الامام ان شاء الله للتعلم، خاصه فئه الفتاه. الان الانطلاقه 4 اقسام فقط: الاولى علمي واولى ادبي، والثانيه ادب وفلسفه، والثانيه علوم تجريبيه. في المستقبل ان شاء الله سنة ثالثة العام القادم ان شاء الله مزيدا من التخصصات في هذه الثانويه ان شاء الله، ليعود جميع ابنائها اليها ان شاء الله. ولتحسين ظروف التمدرس ببلديه طيط اغلفه ماليه معتبره سخرت من اجل بعث بالهياكل التربويه وفي الاطوار الثلاث. في برنامج 2024 في توسعه بالنسبه لمدرسه بن بولعيد، يعني مبلغ يفوق مليار وتقريبا 400 سنتيم. وهناك كذلك تهيئه بالنسبه للمدارس، فيه يعني تهيئه تفوق يعني مليار و200، فيها تهيئه يعني تاهيل وفيها تجهيز بالنسبه للمدارس. كما استفادت بلديه طيط من مشاريع تنمويه هامه خصت كل من قطاع السياحة والثقافة. وفي الجهد التنموي دائما وضمانا لرعاية صحية مثلى، تكفلت اللجنة الولائية للهلال الأحمر بجالما بتجهيز قاعتي علاج بمشاتي على مستوى بلديتي بوشقوف وبوحشانة، في مبادرة ستكون متبوعة بعمليات مماثلة في مشاتي وقرى أخرى بالولاية لتدعيم المؤسسات الصحية. رضا تبرمستين وأكثر تفاصيل. قاعتين للعلاج بمشاتي بوشقوف وبوحشانة تم تجهيزهما من طرف الهلال الأحمر الجزائري بقالما كبادرة في انتظار تجهيز قاعات أخرى. والعملية متواصلة في إطار السياسة التي يتبعها الهلال الأحمر الجزائري في التكفل بالمرضى على مستوى المناطق النائية وتجهيزات مختلفة قاعات العلاج، يعني هذه كحصة أولى استفدت منها ولاية قالما في انتظار المستقبل إن شاء الله يكون هناك قاعات علاج أخرى. العملية لاقت استحسان ساكنة تلك المشاتي، خاصة وأن الأمر يتعلق بمشاتي معزولة. الحمد لله قاموا بتجهيز قاعة العلاج بوياش يوسف، على الأقل واحد ما يوليش يشقى البلدية بوشقوف على بعد 2 كيلو. احنا بنتنقلوا للدائرة بوشقوف نلقاو صعوبة كبيرة، عندنا شيوخ كبار، عندنا ديكابي، الحمد لله. وفي سياق ذي صلة سيتم اقتناء وتوزيع سيارة إسعاف لذات الغرض. برمجنا على عتق دائما ميزانية الولاية من اقتناء 15 سيارة إسعاف اللي راح إن شاء الله ندعموا بها المؤسسات الصحية، راح نسلموها للبلديات اللي نأكدوا على وضع حيز الخدمة وكذلك تحت تصرف المؤسسات اللي بحاجة ماسة لمثل هذه الوسائل. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الهلال الأحمر الجزائري بقالما قام بتوزيع 2000 حقيبة مدرسية رفقة 13,000 حقيبة وزعتها الوصاية على مستحقيها عبر مختلف إقليم ولاية قالما.
في الشأن الصحي دائما. وبمناسبة الشهر الوردي، نظمت المؤسسة الاستشفائية الجوارية بولاية بشار أبوابا مفتوحة للتوعية والتحسيس بأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي عند النساء وسبل الوقاية منها. هو ريا كريم. أكتوبر الوردي هو شهر يهدف إلى زيادة الوعي حول سرطان الثدي لدى السيدات وتشجيع الفحص الدوري والكشف المبكر الذي من شأنه زيادة فرص الشفاء. دات الكوراج وقلت للزوج تاعي ما كان غير الله، هذا الشيء ما يكثرش غير الأجل. هذا الشيء أنا لا كان عطوني عملية نديرها، ودرت العملية، درت لاشيمي راديوزيغابيد، ودات الفاكسة 18 شهر، والكاشيت يعني مدة 5 سنوات، والحمد لله. الدعم النفسي للمريضات جزء لا يتجزأ من خطة العلاج الشاملة، حيث يساعد على تعزيز القدرة على التكيف مع المرض وتخفيف مشاعر القلق والاكتئاب التي قد ترافق التشخيص. من ناحية الدعم النفسي نساعدهم باسكو ما يكونش عندهم انفوبي، والعملية تمت بظروف حسنة. بالنسبة إلى كذلك وجود بعض الأطباء الأخصائيين اللي ساعدونا، وكانت هناك عدة عمليات، وإن شاء الله نزيد نستقبلوا وفود من النساء، وهذه العمليات تكون لعامة نساء لكافة لي ترونش داج من 25 سنة، يجوا نستقبلوهم وتكون إن شاء الله في ظروف حسنة. فيه مراحل يعني متعددة، منها يعني كما نعرفوا الدواء الكيميائي، فيها الراديوثيرابي، فيها كذلك يعني الجراحة، فيها الإشعاع. كل هذا يخلي المرأة في بعض الأحيان من هذا الخوف ما تقومش حتى بالخطوة الأولى اللي هي الكشف، لأن الخطوة الأولى الكشف المبكر هي أهم خطوة. حملات تحسيسية على مدار الشهر على مستوى المؤسسات الاستشفائية ببشار ترافق حواء، والهدف خلق بيئة داعمة تسهم في تعزيز صحة المرأة ورفع مستوى الوعي لديها. ونختم النشرة بالترفيه والفكاهة من ولاية غردايا، التي احتضنت أيام غردايا للوان مان شو للضحك بالهواء الطلق بساحة أول ماي، عروض فكاهية قدمها ألمع الفنانين الجزائريين، إضافة إلى مشاركات شعرية أدبية لشباب المنطقة. أميش قبقب حضر جانبا من العروض وأعد لنا هذا الموضوع. اللقاء افتتح بوصلات غنائية أصيلة، ليفسح المجال بعد ذلك للفنانين لتقديم عروض فكاهية متنوعة. كان إقبال عند الجمهور تاع غردايا، مبادرة كانت مليحة عند الثقافة، وين داروا غردايا تضحك ولا غردايا للضحك، يعطيهم الصحة. الفنانين اللي راهم هنا حاضرين معنا، كاين هندو، كاين يعني غير الفنانين كما نقول المهذبين، الفنانين اللي كبروا مع العائلة الجزائرية. كان الجمهور ما شاء الله يعني حضور متميز، تنظيم أكثر من رائع. يعني نشكروا السلطات على السيدي الوالي ومديرية الثقافة على هذا التنظيم الرائع. فرحونا زهاونا كما يقولوا، نحاونا غمة، والعام الواحد كان مغموم. بارك الله فيكم وشكرا على المبادرة هذه اللي جبتوها لنا، وجانا سليم قال لك أن البرنامج أن يكون مع بداية الدخول الاجتماعي والثقافي بأيام للوومن شو للضحك، بمشاركة ألمع فنانين الوطن الحبيب متمثلة في مثلا في الطار السفير وغير ذلك، وهذا لإعطاء البهجة لغردايا، للتعرف أكثر على هذا النشاط المتميز، وهذا خلال هذه الأيام الثلاثة. المناسبة كانت فرصة لأدباء وشعراء شباب لإلقاء قصائدهم ونصوصهم الشعرية. نسيو الفكدود من فلسطين مدنين لنا وسنتج ونتج أمشان سن دي كل أمشان، يعني نسيو الغفصن نترج اللي دام قرن إن شاء الله سنيوشتي للي. كانت لي يعني قراءات شعرية متنوعة من خلال الشعر الفصيح والشعر الملحون، رأينا يعني متعة في هذه السهرة من خلال وجود العائلات هنا، كانت بمثابة فسحة للجميع. مسامتنا كانت أكيد هي عبارة عن نصوص شعرية في الفصيح تعبر عن واقع الحال، تعبر عن مساهمة شباب في حماية وطنه في الثورة. هي نشاطات تهدف إلى تنشيط المشهد الثقافي بغردايا وخلق فضاءات ترفيهية للمواطن. بأجواء الترفيه والفكاهة من ولاية غردايا نختم نشرتنا المحلية. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.